عليك يقصم طينة إذا بغيت تزور أرواح القصم طينة تلقى الزين المكمول وتلقى القعدة الزينة. تشتهر المرأة القسنطينية بأناقتها وعشقها للعطور ونباتات الزينة، وهي متمسكة بعادة تقطير الزهور والورود في كل عام. يعود تاريخ تقطير الورود في مدينة قسنطينة إلى عهد البايات، وغالبية الأسر فيها ما تزال محافظة على هذا التقليد حتى وقتنا هذا. ويبدأ موعد التقطير سنويا مع حلول فصل الربيع، وترافق هذه العادة إقامة الأفراح والولائم كنوع من التعبير عن الاحتفاء بهذا الموسم. يستخدم ماء الورد المقطر في صناعة بعض الأكولات والحلويات، إضافة للتقطير فوق القهوة ليضفى نكهة خاصة عليها، وتستخدم أيضا في بعض الأغراض التجميلية والصحية. وقصد المحافظة على هذه الطقوس والتقاليد العريقة، ما زالت ولاية قسنطينة تحتفظ بمهرجاناتها السنوية، أهمها مهرجان تقطير الورد والزهر، ولينطلق كل شهر ماي بكرنفال احتفالي كبير وبمشاركة فرق موسيقية تقليدية كالعساوة والهدوة وغيرهم، وسط ديكور بهيج تصنعه شاحنات مغطاة بالورود والزهور. وحيث يقام سنويا بمقر أحمد باي معرض للصناعات التقليدية كالنحاس وصنع الحلويات ومراحل وكيفية تقطير الورد بالطريقة التقليدية، لتضمن الحصول على أجود أنواع ماء الورد والزهر.